وصلتني اليوم بسبوسة محشية بالقشطة على كيف كيفك. أي وصفة جات على بالك تقدر تبحث عنها في جوجل، تكتب اسم الوصفة تطلع لك بعدة فيديوهات ومن عدة مواقع مختلفة. جاء على بالي أسوي بسبوسة بالقشطة، تعالوا نشوف كيف نبحث عنها في جوجل. أول خطوة أفتح تطبيق جوجل من الجوال وفي خانة البحث أكتب بسبوسة بالقشطة وأسوي بحث. تطلع لي كل الوصفات الخاصة بالبسبوسة سواء فيديوهات على اليوتيوب أو من مواقع مختلفة ومصنفة بالتقييم، مدة الفيديو والوصف وصورة العرض. طبعا هنا أنا فلترت على الفيديوهات وبختار فيديو نسوي منه الوصفة. لعمل الخليط أضيف أول شيء السمنت، سكر وحليب باودر، بيكنج باودر، نخلط المكونات الجافة، المكونات السائلة بنزل بالزيت وعليها ملعقة سمنة، قشطة، فانيلا سائل. في صينية بايركس أنزل نص الخليط، بضيف قشطة جيمر. عندي نص الخليط الأول أضيف عليه شوية موية أخففه. وبالفرن من تحت تقريبا من 15 ل 20 دقيقة. هذه هي بعد ما خليتها 20 دقيقة بالفرن وحمرتها من الوجه. الآن أسقيها بالصوص وهي حارة. أخليها أقل شيء ربع ساعة تتشرب الصوص وتبرد عشان أقدر أقطعها. قول بسم الله. بالنسبة لي هذه ألذ وصفة بسبوسة تسووها. الله عليك أبو العز.